السلام عليكم البنات، السلام عليكم تحرامين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير بافضل الاحوال ان شاء الله. تمني غاديرين انت مليح ان شاء الله يا ربي. المهم البنات، اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم بيتزا بالدجاج، بصدر الدجاج. كتجي زوينه زوينه بزاف، نتمنى تجربوها، كتجي رقيقه كيف ما كتشوفوا هنا في الفيديو. المهم بلا ما نطول عليكم، ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. المهم البنات، بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في البيتزا كيف ما كتشوفوا هنايا، يعني المقادير ديال العجينه والمقادير اللي غادي نحطو فوق من العجينه. هنا غادي نحتاج صدر دجاج، هنا عندي البصله، عندي فلفله حمراء، تقدروا تستعملوا اي نوع عندكم. هنا سيريمي، وهنايا عندي فرماج، عندي الملحه، زيت العود، وعندي هنايا صوص طوماط، وعندي هنا الهريسه، كيتشاب، وصوص باربيكيو، وعندي هنا الحليب، وعندي بيضه واحده. المهم هنا الدقيق اي نوع عندكم، مهم يكون زوين وصافي. وهنا الخميره ديال العجينه. بالنسبه لطريقه التحضير، غادي ندوز اول حاجه غادي نعجنوا العجينه باش نخليوها تخمر عفوا. المهم هنا غادي ندير هاد الخميره، المقادير تلقاوهم اسفل الفيديو بالضبط وبالجرام. هنا غادي ندير كاس ديال الحليب، ما عامرش بزاف، هنا شويه ديال الملحه، وغادي ندير الزيت، زيت العود. الا عندكم حتى الزعتر ديروا فيها، انا ما كانش عندي متوفر على داكشي ما درتوش. الزعتر كيعطي بنه زوينه، لا فوق البيتزا ولا في البيتزا في العجين. المهم البنات، هنا غادي ندير غير صفار ديال البيض، صفار ديال البيض وحده. الا كنتو غديروا بيتزات بزاف تقدروا ديروا جوج صفار. انا مهم هاد العجينه خرجت ليا 3 ديال البيتزات، جوج الى وحده من هذوك الطروفه اللي كنت غادي نقطع كيف ما غادي تشوفوهم هنا في الفيديو. المهم البنات، هنا غادي نبدا نجمع بالماء دافي، ما يكونش سخون باش ما تحيدناش المفعول ديال الخميره الكيماويه، لان الماء سخون كيقتلها. المهم هنا غادي نبدا نجمع حتى تجمع ليا العجينه، وغادي نبدا ندلك فيها مزيان حتى ترجع رطبه. غادي نفرقها على جوج، وغادي نديرها في السلوفان، كل وحده غادي نديرها في السلوفان. السلوفان ديروا فيه الدقيق ولا الزيت اللي بغيتوا باش ما تلصق لكمش العجينه. المهم غادي ديروها في السلوفان كيف ما قلت لكم، وغادي تغطيوها عفوا، غادي تغطيوها وغادي تخليوها تخمر، وندوزو نصايبو الحشوه اللي غادي ندير في العجينه. بقاو مع تتمه الفيديو.
رجعت لكم البنات، كيف ما كتشوفوا هنا غادي ناخذ اول حاجه الدجاج. صدر الدجاج غادي نرقدو حتى هو ونخليه في الطرف بما يوجد ليا العجين وبما تلق فيها البنه ديال الصوص في الدجاج. المهم هنا درت غير كيف ما كتشوفوا يعني معلقه صغيره، انا درت قفاله يعني صغيره ولكن هي معلقه صغيره ديال الحار يعني هريسه. درت الملحه وهنا شويه ديال باربيكيو وهنايا كيتشوب ودرت فيه معلقه صغيره ديال الثومه غبره الى عندكم، ودرت هنايا شويه ديال البهارات ديال ناندوز الى ما عندكمش تستغناو عليها حتى هما كيكونوا حارين، وهنايا معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء فلفل الحلو او لا التحميره. المهم الحار الى ما بغيتوش ما ديروش. هنا شويه ديال البزار، المهم انا هاد الشيء كامل وما جاتش حاره جات عاديه. غادي نخلطهم البنات مزيان، هاد الشيء غنخلطو مزيان وغادي نخليه في الطرف وغادي ندوز نصايب الحشوه كيف ما قلت لكم. بقاو مع تتمات الفيديو. المهم البنات هنا غادي ناخذ مقله غادي ندير فيها الزيت وغادي نرمي فيها البصله والفلفله الحمراء يتشحروا، حيتاش الفلفله كتاخذ وقت والبصله كتاخذ وقت، فلذلك غادي نديرهم بجوج بهم، غادي نديرهم يتشحروا بجوج. وهنا البنات غادي ندير فيهم شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، واحد معلقه صغيره ولا نصف معلقه على حسب الذوق ديالكم، كل واحد اللي بغى يكثر البزار يكثر، اللي ما بغاش ما يديرش كاع. المهم انا درت غير نصف ملعقه ودرت نصف ملعقه ديال ثومه باودر يعني غبره، الا ما عندكمش ديروا الثومه عاديه. هنا نص معلقه ديال التحميره فلفل الحلو، وغادي ندير واحد شويه ديال الزعفران اي ملون اصطناعي، الا بغيتوا ما ديروش ديروا في بلاصتو الخرقوم ديروا حتى هو كيعطي اللون. وهكا غادي نحركهم البنات وغادي نخليهم يتشحروا ونعاود نرجع لكم. وهنايا البنات من بعد ما تشحروا ليا شويه غادي نزيد عليهم هنايا القزبر وغادي نخليهم حتى يطيبوا مزيان، ومن بعد غادي نخليهم يتسقطروا كيف ما كتشوفوا راه كتلق شويه ديال الزيت والماء، غادي نخليهم يتسقطروا البنات ونعاود نرجع لكم وندوزوا للعجين. بقاو مع تتمات الفيديو. وهنايا البنات رجعت لكم من بعد ما خمرات ليا العجينه. المهم على حساب الخميره شحال كديروا، الا كثرتوا الخميره راه غادي تنفخ لكم بزاف. المهم هنايا من بعد ما تنفخات العجينه غادي نطلق عليها شويه ديال الدقيق نرشها شويه وغادي نبدا نسرح فيها. غادي نبدا نسرح فيها حتى نرجعها رقيقه. المهم البنات تقدروا تسرحوها بشكل عشوائي، يعني ماشي ضروري تسرحوها مدوره بالضبط. المهم انا سرحتها هنا بشكل عشوائي حيت انا كنقطعها ما كنخليهاش هكاك، ولكن اللي درتو كويرات غير صغار تقدروا تحكموا فيهم ديروهم مدورين يجوكم مقادين يعني بلا ما ديروا بحالي انا، ولكن انا كنفضل ندير لهم بحال هكا باش كتجيني رقيقه وكتجيني مقاده. المهم هنا غادي نصايبها ونقطعها ونعاود نرجع لكم.
رجعت لكم بعد ما دورتها سرحتها مزيان وقطعتها كيف ما كتشوفوا هنا. صايبتها في هذا المول ديالها خاص بالبيتزا هذا. هنا شديتها تقبتها كامله بالفرشيط باش ما تنفخش ليا، وغادي ندخلها للفران. غادي ندير غير نص طيبه، يعني نحسب لها واحد دقيقه ونخرجها، يعني ما تفوتش دقيقه، دقيقه ما واصلاش ونخرجها البنات. ومن بعد نعاود للثانيه كذلك والثالثه، ومن بعد نبدا نعمر داكشي اللي بغيت نعمر فيها. مهم نصايب هادشي ونعاد نرجع لكم بعد ما نشوف فين بقى مع تتمه الفيديو. هنايا البنات باش نعمرها عندي الصوص واجد. شنو غادي ندير فيه؟ غادي ندير فيه شويه ديال السكر باش تحيد له ديك الحموضه اللي فيه. كيف ما شفتوا هنا معلقه ديال السكر، يعني ملعقه صغيره. وغادي ندير فيه شويه ديال البزار، حتى هو معلقه صغيره. وغادي ندير فيه شويه ديال الملحه، وهنايا شويه ديال الثومه باودر، يعني الثومه غبره. الا ما عندكمش تستغناو عليها، ديروا غير ثومه عاديه، غير هي تدقوها مزيان. هنا البنات غادي نبدا نخلط، وغادي نبدا ندير فوق البيتزا الكميه يعني اللي غادي نحتاجها وصافي. انا قلت لك كيف ما قلت لكم العجينه خرجت ليا ثلاثة ديال البيتزات كبار ماشي صغار، يعني حجم عائلي. نتمنى تجربوها البنات، كتجي زوينه بزاف وكتجي رطبه، كتجي لذيذة لذيذة بزاف. ومن بعد البنات هنا هذيك الفلفلة والبصلة اللي طيبت كيف ما كتشوفوا خليتها تسقطرات مزيان من الزيت والماء، وحطيت غير شوية الكمية اللي غنحتاج كذلك فوق البيتزا. كيف ما كتشوفوا راه طيبه نص طيبه، ديك العجينه راه ما طيباش مزيان، غير شدت راسها باش نقدر ندير فوق منها داكشي الاخر. هنا غادي ندير السيريمي حتى هو، وهنايا البنات درت القطع ديال الدجاج اللي كنت مرقداهم كيف ما وريتكم فهداك الصوص اللي صايبت. هاد الطريقه كيديروها بزاف هنايا في بريطانيا، كيديروها بزاف في المطاعم هكا، شت عندهم بيتزات مختلفين ماشي بحال ديال المغرب. هذه هي هذا هو الصوص اللي كيديروه في الدجاج، عاد كيديروه في بيتزا، ما كيديروش الدجاج هكاك. نتوما تقدروا تستغناو يعني على الدجاج، ما تخليوش خضر، يعني طيبوه واحد شويه، ولا ما بغيتوش تحطوه فوق البيتزا تحطوه فوق البيتزا ديريكت. المهم هنا الفرماج محكوك، يفضل انه يكون الفرماج من اللي هذاك النوع اللي كيدوب، يعني ماشي اللي كيبقى بحال بلاستيك. انا كنفضل في المغرب يكون الجبن الاحمر، حتى الموتزاريلا ما كاين نوع زوين وكاين نوع خايب. وهنا البنات العجين الثانيه نفس الشيء، غير هو العجين الثالثه ما وريتهاش لكم، درت فيها ثلاثه ديال الطروفه، طرف فيه
الطون وطرف فيه الدجاج وطرف فيه غير سيريمي وفيه ديك البصله والفلفله. هذاك الشيء اللي درت فيها، يعني ثلاثه زوقتهم جاوا خطوطه، هذا الشيء اللي درت فيها. المهم البنات نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، الا كنتو اول مره كتشاهدوا الفيديو ديالي اعيد واكرر، ما تنساوش لايك سبسكرايب باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وكنشكر بزاف الناس اللي دخلوا عندي جداد، كنقول لهم مرحبا بكم في القناه ديالي، ونتمنى تدعموني باش نزيد نعطي اكثر واكثر. المهم هكا البنات غادي ندخلهم الفران وغادي نقص عليهم على درجه ديال 150 درجه ديال الحراره، يعني متوسطه غير الفوق، كندير الاول الفوق باش يطيب داك الدجاج على خاطرو باش ما يتحرقش ليا، وعاد غنشعل عليه لتحت باش يحمر. بالنسبه هذا كنقول على الفران ديال الضو، مع كتكون فيه الفرفاره يعني صعيب تحكم فيه، ماشي بحال ديال الغاز كيكون فيه تحكم فيه لتحت والفوق. وغادي نخرجهم وصافي، هادشي وكان. مهم بالنسبه للفرماج انا ما درتش الزعتر كيف ما قلت لكم، الزعتر ديروه من الفوق وديروه حتى في العجين مين تبغيو تعجنوه، حتى كيعطي واحد النسمه زوينه. نتمنى يكون نال اعجابكم هذا الفيديو، ما تنساوش تكتبوا لي التعاليق ديالكم الا بغيتوا شي حاجه تسولوني عليها وتقولوا لي واش عجبكم ولا ما عجبكمش. المهم البنات وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون نال اعجابكم هذا النهار. ما تنساوش لايك سبسكرايب باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو ديالي كيف ما قلت لكم، ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. المهم البنات هلاو فريوسكم، وعدنا ان شاء الله مع فيديو جاي وفيديو جديد، ومع السلامه.